السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. لعبنا ضد رجب دزام كيب نتاع عمليون مش نتاع اسنان، مازلت هذه الجوله الاولى مازلت تحكم عليها، عندنا وليدات صغار ونصبوا عليها كل مره ناخذوا بقعه ناقصتنا نعمروا ناخذوا لها جواء. والله نقاص هذه عندهم تورنير احنا ما نجيبوش نفهمهم على خاطر هو ديما مع الجوارات وديما يشوف وعنده خبره اكثر منا، خلوا كل شيء عند تورنير والمسؤولين. والله المرسى بصفه عامه معناها المرسى بلاصتها في الناسيونال. واحنا حبينا من قبل اخويا بوليداتنا، ما احنا سنا طبعت لي زونترولمون من الاول للاخر، وليدات صغار اونترونور قاعد يخدم على روحه، تبارك الله مصلي على النبي، فما دي ريكريتمون معناها كيما نقولوا في بلايصهم، وهذيك معناها اللي بها الفائده. لحشنا فهمني بدي ريكريتمون كبار ومن هنا ومن غادي، وليدات صغار اخويا نصبروا عليهم شويه وقدره ربي زينه. ثم حتى ريكريتمون به تاع ناسيونال ونتاع المرسى اللي باش تشد بلاصتها في الناسيونال، ثم حتى ريكروتمون ينور لي الفلوس. الفلوس هي الكل، وبعد الفلوس المسؤولين لازم يعرفوا الفلوس فين تتحط ويخدموا لي جون نتاعهم، خاطر المرسى بلاش ولادها ما تعيش. مرسى يلزمها في التيران تلقى 8 9 ولادها كعبتين ثلاثه ريكروتمون ما اكثرش. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.